يعني جت فيا انا. ده انت راجل وجبت معايا امبارح مش هقول عملت معايا ايه يعني. شفت بقى؟ اه شفت وجبت معايا بص ثلاث حاجات بثلاث اجوال. تخيل لو اربعه. لو اربعه كان زماننا دلوقتي. تحياتي بس للاستاذ حسن وكابتن مازن وكابتن اشرف زحمه. بيمس عليك كابتن سيد. الحقيقه بهنيكوا على الروح، على الرجوع، على انه اقل من 40 دقيقه ومع ذلك النادي الاهلي بينجح بالفوز. اعتقد ده شيء يحسب جدا ليكوا كجهاز اداري، للراجل كمدير فني، وايضا للاعبين يا كابتن سيد. فضل من ربنا سبحانه وتعالى. يمكن احنا صعبنا الماتش لكن ربنا سبحانه وتعالى ادانا الشوط الثاني. يمكن حتى بين الشوطين كنا حريصين جدا نتكلم مع اللعيبه، لازم نهدى، لازم يبقى اعصابنا هاديه شويه، مطلوب التركيز لكن مش مطلوب العصبيه، مطلوب الهدوء لكن في نفس الوقت ما يبقاش في بطء ولا حاجه وما فيش تسرع. استفادنا فيها الكثير. كان اقرب مثال امبارح مانشستر سيتي بيفوز ببطوله الدوري في الدقيقه 94 من عمر اللقاء، ودي بطوله كمان يعني. ودينا مثال كمان مباراه الاتحاد، لكن مبسوط جدا ان تبقى عندك اصرار وعزيمه حتى لو كل اولاني حتى لو جاب حتى لو جه في الدقيقه 32 او 35 وارد جدا جدا يحصل جول ثاني وثالث ورابع، وده اللي حصل بالتاكيد. اهم حاجه كانت بالنسبه لنا تبقى المحافظه على هدوءها وتركيزها في الثانيه الاخيره. نعم. كره القدم كتير يعني. نعم. بشكر اللعيبه على كده. هل حسيت للحظه ان الاهلي ممكن يخرج من البطوله يا كابتن سيد؟ نعم يا كابتن. حسيت للحظه ان الاهلي ممكن يخرج من البطوله؟ الو؟ ايوه كابتن سيد سامعني؟ اتفضل يا كابتن. حسيت للحظه ان الاهلي ممكن يخرج من البطوله؟ لا ما فكرتش كده خالص يعني. فكرت دايما ان انا عايز اجيب جول، ما فكرتش ان انا هاخد في البطوله. فكرت ان انا عايز اجيب جول وما جيت جول، عايز اجيب الثاني وعايز اجيب الثالث. المكسب بتاع ربنا سبحانه وتعالى، لكن ما بعد ال 90 دقيقه خلاص الامر بينتهي يعني. يعني ما جاش في دماغي عشان ما اكذبش يعني، ما جاش في دماغي ان اخرج من البطوله ولا اخرج من البطوله. كل اللي في دماغي ان احنا عايزين نكسب النهارده. الحمد لله رب العالمين. كان عندي يقين ان لحد الثانيه الاخيره وارد جدا ان احنا نجيب اجوال يعني. الحمد لله فضل. النهارده رغم ان المباراه وان سايد جيم للنادي الاهلي، لكنه كل كرة كانت تيجي على خط دفاع النادي الاهلي كنا قلقانين، والهدف برضه جه من خطا في القلب. هل هي عدم تركيز، عدم تدريب كويس بتبرر بيها يا كابتن سيد؟ تقدر تقول ان كره القدم كل مره بتديك درس، هو متكرر وثابت وكل مره انت يعني بلغه الكوره بنشربه يعني في الاهلي، بس كل الكوره المصريه يعني ان انت تسجل في بره ارضك لو اتيحت لك الفرص، وده اللي حصل في مباراه الملعب المالي هناك. ضيعنا كتير جدا ودخل فينا في الثانيه الاخيره. النهارده مطلوب جدا ان انت تفضل مركز، مش مطلوب ان انت تجيب جوال بس، مطلوب ان انت تفضل مركز في الناحيه الدفاعيه. حصل نوع من التوتر، حصل نوع من العصبيه، حصل نوع من الشده بعد ما جاء الجول من القلق والحذر الزايد عن حد شويه في خط الديفنس بتاعنا. لكن برضه خلي بالك يعني الملعب المالي، انا في اعتقادي ان هم مش مصدقين ان هم جايبين في الجول هنا. فلعبوا الشوط الثاني كله من زون ديفنس بس، ده حتى بعد نص الملعب يعني. صحيح. صعبها علينا الجول اللي دخل فينا. لكن تسمين اللعيبه ورابطهم وفضل ربنا قبل كل شيء هو اللي خلانا نكسب النهارده. هل بلغوكم باسماء لعيبه المنتخب يا كابتن؟ من ثلاث ايام كان في اتفاق وتنسيق، كان في تنسيق قبل كده باسبوعين ثلاثه من حيث المبدا يعني. لكن كاسماء اتكلمنا مع الجهاز الفني وهم يعني عايزين جدو وعايزين ابو تريكه وعايزين حسام غالي. دول عايزينهم معاهم من بكره، لكن حسام عاشور هيسافر معانا اسبانيا وهيرجع بعد اسبانيا ان شاء الله يحضر المنتخب. وعماد متعب؟ نعم كابتن. عماد متعب؟ لا دول الاسماء اللي طلبوها يعني. يعني جد وتريكا وحسام غالي وحسام عاشور؟ دول الاسماء اللي طلبوها لحد دلوقتي. هل اقدر اقول انه ازمه حسام غالي انتهت تماما يا كابتن سيد؟ نعم. ازمه حسام غالي انتهت تماما؟ خالص يعني من حيث يعني كازمه شخصيه خلاص ملهاش وجود اساسا يعني. يعني العلاقه كناحيه فنيه دي خاصه بالجهاز الفني بقى والراجل يعني. نعم. كابتن خلصت كل اجراءات سفر لاسبانيا، في اي جديد فيها؟ والله بكره ان شاء الرحمن المفروض في استكمال لبعض اللعيبه اللي هم طبعا انا النهارده ما اقدرش اخرج لعيبه عشان ياخدوا يروحوا بره اسبانيا، ما اقدرش عندي ماتش امبارح كان معسكر، فالاتفاق ان هم يروحوا بكره ان شاء الله بدري. عاملين الصبح بدري شويه عشان يلحق اللعيبه بعد التمرين مباشره تتوجه للسفاره. ان شاء الله كل حاجه تطلع يعني، هو فاضل حوالي 10 او 12 لعيب بس. نعم.
في اي عقوبات على سيد حمدي؟ ليه؟ ساب المعسكر يعني بعد ما اعلن التشكيل ما راحش الملعب من المعسكر او من الفندق مشي حقه الطبيعي ولا انتوا بتقولوا اللعيبه كلها تروح الملعب؟ ما هو الراجل معانا في الاتوبيس اهو انت بتشوف. لا قالوا مشي بتاكس يا كابتن. الراجل معانا في الاتوبيس اهو معاكوا يعني ما سابش الفندق راح على راح على الملعب. اه معانا في الاتوبيس. لا الحمد لله يعني انا اساسا من اللي ثبت النهارده المجموعه شويه كان في حاجات كان لازم ان انا اكون موجود في الكليه الحربيه لكن سيد كان موجود في الاوضه طول الوقت وموجود بعد وهو موجود معانا في الاتوبيس حاليا. لا الصوره بتاعتك انا بدات اشك فيها. لا والله انا جايب اهو الصوره قدامي اهو على الهوا اهو وهو بيركب تاكس. لا يعني انا بقول لك هو موجود معانا لحد دلوقتي والله. إيه ده راكب تاكس ابيض العاصمه كمان. ايه ده راكب تاكس ابيض العاصمه وهو بس بعد الماتش هنجيبه دلوقتي. يبقى هو راح غير ورجع. لكن هو الراجل موجود معانا خد تاكسي راح بيه الاتوبيس. كابتن سيد هل في مشكله مع بوتريكا؟ برضو احد الاخبار في احد المواقع بيقول ان بوتريكا رفع قضيه في محكمه جنوب القاهره بيطلب فسخ تعاقده مع النادي الاهلي وبيقول لك لانه رفضته السماح ليه بالدخول يعني يعبر عن رايه في الانتخابات. ارجوك توضح لنا الصوره. يعني اعتقد ان ده خبر انا اول مره اسمعه منك بصراحه. انا جبته والله من موقع انا مش عارف اي موقع بالظبط لكن موقع الفجر كمان بالتحديد. ده مش عارف انا مش يعني مش قادر افهم بصراحه الموضوع ده غير يعني المعلومه دي اصلا جت ازاي ولا جت حتى اللي اجتهد فيها على اي اساس يعني. موضوع لا اساس له من الصحه. طبعا. كابتن سيد عبد الحفيظ مبروك وان شاء الله نبارك لكم في المجموعه تكون مجموعه هينه. اتتمنى طبعا الزمالك ما يكونش معانا في المجموعه. والله اتمنى الزمالك معايا في المجموعه وما اتمنوش معايا في المجموعه. اتمنى معايا في المجموعه لان انت ممكن تصعد انت وهو ففي الحاله ديت ممكن يبقى في النهائي سعيد هاندلنج سعيد في الحاله ديت ممكن يبقى النهائي بينك وبينه وما تتمناش ان هو يبقى معاك في المجموعه وما يقابلكش غير في النهائي. يعني هي امنيه يعني مختلفه شويه عن بعضها لكن في النهايه اتمنى له التوفيق طبعا. يعني فرقتين من مصر موجودين يا رب باذن الله يكونوا هم اللي عارفين النهائي. كابتن سيد عبد الحفيظ كل التهنئه وخالص يعني.